حمشي بن محمد، أيمن بن محمد 27 دقيقة ناقصين، كان التهديف في هذه الفترة من المباراة الرأسية، والكرة ترجع دفاعية من منتخب النيجر، ترجع كرة بالرأس، اقتلاس كرة خطيرة، شوات موجه في الصيد، يهرب الشوات، حط جول 1-0 في رأس الشوات، في رأس الشوات 1-0، ضمنت لكم الهدف الأول عن طريق فراس، ها هو الشوات يسجل، ها هو الشوات يسجل الهدفه، 1-0 المنتخب التونسي، هذا أتاكون يشم الجول، قلت لك كلاسيكي، مهاجم بتاع الصندوق، برافو يا فراس، فراس شوات جول 1-0 المنتخب التونسي، الدقيقة 28 تأتي بجديدها، المنتخب التونسي يؤكد تاريخه أمام منتخب مغمور، 1-0، ترجع الكرة بالراس، فماش تسلل، شوف المتابعة، هاي بالراس تسلل ما فماش موجود، الآخر خارج من المنطقة، يخلي كرة يبعد مرياح، برافو الشوات نتاع قناص نتاع مهاجم نتاع أتاكون كلاسيكي. سجل 1-0 في مرمى الحصار، يتواصل على نيامي، خبر عاجل، تونس تحاصر نيامي، واستاد جنرالها تحت الضغط، والكرة ممتازة، ما مش تسلل، جيب الثاني، خلص خلص، اعطيه يا سليتي، اعطيه، والثاني شوات، الثاني مش شوات، الشوات يشوت، الشوات يفوت، الشوات الحوت، 2-0 في راس الشوات، برافو نعيم سليتي، الاسبري دو جروب يعطي كرة كان ممكن يسجل وحده، اعطاه الفراس اللي سجل دوبلي، فراس يعنون نفسه، شوات يعنون نفسه، رقم 1 في المنتخب التونسي في هذه المباراة، فراس الشوات دوبلي 1-0 2-0، هاي انطلاقة يا فراس، هاي امتياز، هنا الكرة، هنا ضرب الدفاع، هنا فما تسلل، الهرب عن طريق نعيم، نعيم 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 نعيم، يعطي الاسيست بعد ما تحلو الجول، والشوات لعب عيال، يسجل كرة في البداية مع الكبار، 2-0 المنتخب التونسي. 2-0 اسيست سليتي، والهدف الثاني لفراس الشوات، فتحت نيامي على البحر الثالث، بدأت ترتسم ملامحه ويخطط له الرفاق ورفقاء الجول كيبر الجارديان فاروق، 36 دقيقة لعب في الشوط الأول، ترجع الكرة من ركنية، حذاري من الكرة الثابتة، 1-1 كل واحد يشد صاحبه، فيق ترجع الكرة الرأسية، حذاري الدفاع، والهدف الأول، حذاري والهدف الأول، أول هدف يقبل المنتخب التونسي في نسخة البنزرتي، خطأ فادح، عبارة شات في السيمتر بينالتي وحده، رقم 6 القائد يوسف اليو، خطأ فادح في الدفاع، والمنتخب التونسي يقبل هدف مع النيجر، 2012 منتخب النيجر يسجل بالفريق التونسي، شوف الخطأ الفادح، أخطاء وارتباك، شوف الصغير يتفرج ما رجعش، مرياح ضايع، نفس الشيء في الكرة هذه ضايع، محمود ديلان برون، والكرة جات قدام اللاعب رقم 6 وسط غفلة، وساوى تكلفنا هدف، 2-1 للمنتخب التونسي، 2-1 للمنتخب التونسي.